لقيت فاس المرض الضرب الجرح والسرقة. شعيب بوفصيل ولد فاس ولد حي شعبي صاب الورد اي كي اي سنايك. الدراسة ديالي مستوى اولى اعدادي. بديت الراب 2015، داك الساعة ما كانش عندي قناة، كان الدراري تيلوحوا لي صافي، دريت صوروني سبت ريكوردي صافي تيلوحوا لي هما. هادشي اللي كان الانسبيراسيون، ماشي كنت انسبيرا، كنت كنفهم شني هو الراب وشني كنت ديك الساعة تيعجبني مسلم دومبيك صافي ميريكان عاوتاني توباك تيغا زايد. يعني الكلاش اللي طلقت على البيك مؤخرا هو يعني شويه قاصني فهمتي، يعني ضروري تشوف هكا الدراري كيعجبوك هذا في ديك المنظر فهمتي، ما يعجبكش الحال. هو اصلا من ناحيه واحده اخرى فهمتي باش البيبليك شويه يتمتع، ما يبقاش البيبليك هكا الراب المغربي ميت، بس نزيدو نمتعو البيبليك والدراري يحسوا بلي المغرب فيها الراب. الثقافه ديال الكلاش عندنا في الراب هو يعني راه ماشي كيكون كلاش، وما بزاف اللي غالطه كيقول صافي كيكون كلاش، كيكونوا كيدابزوا يقدر يتلاقاو بقاو يتشايروا بمساطر لا هما يقدروا كيكونوا دايرين داك الشيء باش يخلقوا واحد البوز، يقدروا فاش يتلاقاو في الاستوديو يبقاو كيتعانقوا فهمتي، يعني ماشي صافي كلاش طايفوا في كلاش طايفوا في الراب، يعني صافي يبقاو حتى في حياتهم الشخصيه مدابزين ولا داك الشيء عادي جيم. هو اي واحد كيكون بدا هذا الميدان هذا الموسيقى ولا ميدان ديال الرسم ولا اي حاجه كيكون ضروري كيكون في الاول ساعدو واحد الشخص كيكون ساعدو، متى انا ساعدوني اشخاص وما فهمت بزاف ما نقدرش نقولهم لك. وتديكاس للدري فالكن ود مكناس يتوب الدري ديال مكناس سولدا لاز. في الاول كنت يعني ندبر فلوس متي مع عند الوالده 10 درهم الوالده 10 درهم كذا، كنجمع فلوس نمشي للاستوديو نحط الفلوس وندخل ونسجل باش نصيفط البوبليك باش نتشارت. انا كان عندي ديك الساعه قدير راسي باش نسجل، بغيت ندوز ديك التجربه ديال نوقف قدام المايك وتا انا نطلق صوتي ونلوح في اليوتيوب. كنت كندوز سيبيرات باش يلوحوا لي في اليوتيوب. الوالدين ديالي ما كانوش عارفين، كنت كنمشي نسجل ما كانوش عارفين. مثال التالي صافي بديت شويه كندير شويه ديال البازو هادي وصلهم الخبر صافي عجبهم داك الشيء صافي شافونا هكا كنهضر على ولاد الشعب وهاد الشيء عجبهم. ما كنتش كنلقى استوديو، ما كنتش عارف شنو هو الراب، كنت كنقلب شي واحد يعلمني والو صافي. من بعد صافي اكتشفت السي بوحدي اللي جو لحد الان مازال الصعوبات، مازال الكره ومازال الحسد ومازال بنادم ما يبغيكش توصل فهمتي. وهاد الشيء ما خصوش يكون، خص بالعكس نكونوا كاملين في يد وحده وواحد يعاون الاخر. الحلم ديالي هو نمثل البوبليك ديالي، البوبليك ديالي يبقى معايا ونعطيهم شي حاجه ما احسن اللي كنحط دابا. والحلم ديالي الراب مغربي في الشو، كنشوف راسي انا صغير وسطهم كنرابي وعندي البوبليك كيعيطوا لي اصغر رابور في المغرب اصغر رابور في المغرب صاب. بالعكس كنحس بواحد الفرحه وهذا كنقول انا فرحان باللي انا اصغر رابور في المغرب. كنبغيكم بزاف كاملين لكم، اكتاش نتوما ما نكونش انا هنا وما نكونش في يوتيوب. وشكرا بزاف لكم نتوما وما كلشي، وانتوما اللي كتطلعوا نتوما اللي كتهبطوا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.